بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم يا حكيم. في البداية أشكركم جميعا على إتاحة هذه الفرصة، أشكركم على الحضور، أشكركم على الدعوة الكريمة، وأخص بالذكر مجموعة آيات للإعلام القرآني على إتاحة هذه الفرصة الطيبة وجمعتنا بهذه الوجوه المنيرة، لأسأل الله تعالى أن نقدم محتوى يرقى إلى آمالكم وتوقعاتكم. أنا أخوكم الدكتور أحمد بن سهيل عجينة، رئيس قسم التسويق في جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز في الخارج، وكيل كلية إدارة الأعمال للتطوير والجودة، ومالك مبادرة ريادة الأعمال للتحول الوطني. أزعم أني محب للقرآن وأهل القرآن، كيف لا وهم أهل الله وخاصته. أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن شاهدا لنا جميعا. طيب، اليوم يا شباب نحن راح نتكلم على موضوع كيف يسوق القارئ نفسه، وحقيقة هذا الموضوع ليس من المواضيع السهلة، لأن المواضيع هذه تتقاطع فيها أمور كثيرة، خاصة إذا أتينا إلى نواحي تخص الجانب الإيماني في الحديث. كيف يستطيع أن يروج أو يعلن القارئ لنفسه دون الدخول في منطقة مثلا الرياء والشهرة وحب الذات وحب الظهور؟ فهنا في مناطق كثير ستكونون أنتم أعلم مني بها، وأنتم أهل خبرة ودراية في هذا المجال. سنتكلم اليوم عن ثلاث أو أربع محاور رئيسية. في البداية نحتاج أن نقول ما هو التسويق، لأنه كثير من الناس يختزل مفهوم التسويق في الترويج أو الإعلان، وهذا غير صحيح. التسويق هو علم أكبر من ذلك بكثير، وهناك مثال أنا أكرره دائماً، أن مؤسس علم التسويق ألف كتابه مبادئ التسويق في 500 صفحة، تحدث عن الإعلان في 6 صفحات فقط، وتحدث عن البيع في نص صفحة، وغير ذلك تحدث عن التسويق. فالتسويق، اختزال التسويق في الإعلان والبيع، هذا صورة ضيقة جدا من المفهوم. لن نتكلم عن التسويق بشكل كامل اليوم، لكن راح نأخذ نظريات التسويق التي تخص تطوير الذات وبناء القيمة، ورح نشرح ليش حنتكلم على بناء القيمة. طيب، أنا عادة لما يجي شخص يطلب مني تقديم أي محاضرة أو أي دورة، أول شيء أخذ العنوان اللي طلبه مني وأحاول أني أستقي المحاور من هذا العنوان. فالكلمات اللي جتني هي كيف يسوق القارئ نفسه، فقلت إذا السؤال كيف، فإذا نحن سنتحدث عن ماذا؟ عن آليات وإجراءات وخطوات، لن نتحدث عن تعريف، لن نتحدث عن نظريات، لن نتحدث عن لماذا، لن نتحدث عن أشياء كثيرة مهمة، ولكن حنحاول أن نركز، خاصة لأن الوقت هنا محدود، سنركز في الخطوات والآليات اللي يسوق اللي هي الكيفية الآلية. طيب، النقطة الثانية، نحن سنتكلم عن التسويق وليس الترويج، فلن أتكلم عن الإعلان بشكل كبير، ولكن سأشرح مفهوم التسويق، وراح أشرح بعدين ليش أنا قاعد أقول كذا. أو خلوني أطرح هذا السؤال، أحيانا كثيرا يتردد عند الناس كلمة مثل البيبسي ما يحتاج إعلان، البيبسي يبيع نفسه، هذه الكلمة دارجة عند الناس، صحيح؟ طيب، كذلك نجد مثلا جوال الآيفون، الناس عندهم شيء كثير يقول لك والله هذا الجوال يبيع نفسه، ما لو وقفوا إعلانات الناس ما زالت ستشتري هذا الجوال. وأكبر مثال مؤتمر أبل اللي صار في سبتمبر الأخير، قبل إطلاق الجوال بثلاثة شهور قامت شركات تسأل الناس هل أنت مستعد أنك تشتري الجوال؟ 70% كانوا الناس مستعدين يشتروا الجوال من غير ما يعرفوا مميزاته وخصائصه، قالوا أي شيء يجي من هذه الشركة حنا موافقين عليه. لماذا هذا الشيء وجد؟ هذا هو التسويق وليس الترويج، هنا ما كان لسه لم يصدر الإعلان والناس مستعدين يشتروا، هذا هو ما سنتحدث عنه اليوم. طيب، النقطة الثانية، القارئ. إذن
في عندي فئة مستهدفة محددة، أنا لن أتكلم على تسويق الذات بالعموم. أنا عندي مثلا محاضرة الأسبوع القادم كيف يسوق الطالب نفسه، هذه للطلاب الخريجين في المراحل الأخيرة أو الطالب فيما زال في مرحلة دراسته. ثم أنا سأتكلم عن يسوق ماذا، هل هو يسوق منتجات، يسوق خدمات، أو يسوق الذات. هنا حيكون الكلام مركز على تسويق الذات، وقد الكلام اللي حنقوله هنا ينطبق على نظريات تسويق المنتجات وتسويق الخدمات. وأقصد بالمنتجات مثلا الأشرطة، السيديات، المحاضرات، هذا يستطيع الإنسان أيضا أن يسوقها باستخدام نفس الأساليب ونفس المفاهيم، ولكن سنشرح كيف. طيب أنا أبغى بس أعطيكم مثال عشان نكون على صفحة واحدة وأنا أتكلم، وهو يخص موضوع تسويق الطلاب. هذه قصة حقيقية يعني حصلت. أتاني طالب وقال لي يا دكتور أنا تخرجت والآن أبغاك تساعدني كيف أسوق نفسي. قلت له ما شاء الله تبارك الله، ممكن أشوف السيرة الذاتية؟ فطلعت على السيرة الذاتية، قلت له تبغى نصيحتي عشان تسوق نفسك؟ قال لي نعم. قلت تخصص حاسب آلي وجيب معدل عالي. قال لي يا دكتور أنا تخصص جغرافيا ومعدل واطي، قاعد أسألك كيف أسوق نفسي. فإيش أجبته؟ أجبته أن التسويق يبدأ قبل الإنتاج. إذا نزل المنتج إلى السوق أنا أبدأ الآن بسياسة اسمها سياسة التصريف. إيش يعني سياسة التصريف؟ والله كثر إعلانات، والله رخص الأسعار، سوي تخفيض 50%، اقبل بأي راتب، هذا ما نسميه إيش؟ التصريف. لكن نحن نتكلم هنا على التسويق. إيش يعني التسويق؟ يعني طالب في ثالث سنة في الجامعة تجي 3-4 شركات تقول له تعال نبغى نوظفك، هذا هو ما نتحدث عنه. قبل ما ينتج المنتج، قبل ما يخرج المنتج، نحن نتحدث كيف يصل هذا المنتج إلى الناس. طيب من خلال هذا الكلام راح أفهم أنه التسويق هو مزيج ما بين علم وفن وموهبة تهتم بسهولة سريان المنتج من مرحلة ما قبل الإنتاج إلى مرحلة ما بعد البيع. خلاص، الإنتاج هي الإخراج، هو ظهور المنتج سواء كان الذات، سواء كانت الخدمة، سواء كان المنتج الحقيقي، إلى مرحلة ما بعد التقاطع مع العميل، سيستمر عندي هذا المنتج. طيب أنا ذكرت هو علم وفن وموهبة. نفكر مثلا في الرسم، نتفكر في الخط، خطاط محترف يجب أن يدرس علم الخط لأنه له علوم وقواعد وشروط وآليات وزوايا. مثلا نحن نعرف خط النسخ له زاوية معينة في القلم، وخط الرقعة له زاوية معينة في القلم، فلا نستطيع أن نمسك جميع الأقلام بنفس الطريقة. طيب إذا أتقن هذا العلم بكثرة الممارسة تتنمى عنده الموهبة، ومن الموهبة إذا تمكن من الموهبة مع العلم يستطيع أن يبتكر. الآن نرى بعض الخطاطين يكتب مثلا آية قرآنية على شكل معين، على زخرفة معينة، هذا ليس شخص درس العلم فقط، هذا شخص أبدع في العلم وتجاوز ووصل إلى مرحلة الفن. طيب فالتسويق هو مزيج بين هذه الثلاث أمور، يجب أن نحققها لنصل بأنفسنا إلى مستوى عالي. طيب جميل، الآن أنا ذكرت أني ما راح أتكلم على تعريفات، فللمعلومية هذا ليس تعريف التسويق، هذا فقط عشان نفهم ما هو التسويق ونكون كلنا على صفحة واحدة عند الحديث عن التسويق. طيب هذا ليس تعريفا، هذا فقط مفهوم التسويق، ولكن أنا لا أرى أنه هذا المفهوم واضح. يعني كيف يعني؟ إيش هو العلم وإيش هو الفن وكيف يتقاطع وماذا نقصد بقبل إسرائيل متقبل الإنتاج وبعد البيع؟ أبغى أصل أنا إلى كلمة أو كلمتين تقول لي التسويق هو ذلك الأمر. ببساطة أبحث عن حاجة نسميها نحن في علم الإدارة التعريف التشغيلي، يعني التعريف اللي إذا قلت الواحد يبدأ يطبق، وليس التعريف النظري اللي يقعد يسمي لي مصطلحات ويفصل. فما هو التعريف التشغيلي لعلم التسويق في كلمتين فقط؟ هو طبعا علم، أو هو تبادل المنافع، تبادل المنافع بكلمتين فقط. التسويق هو تبادل المنافع، وهي بالترجمة الحرفية لها تبادل القيم، ولكن نحن نقول أنها تبادل المنافع.
لأنه معنى كلمة قيمة هنا هي منفعة وليس قيمة بمعنى نعم ليست القيم المادية، لا هي تدخل فيها القيم المادية في المنافع، ولكن ليست هي القيم أقصد الأخلاقية. نعم. طيب ماذا أقصد بتبادل المنافع؟ أقصد أنه أنا أخذ منفعة وأعطي شخص منفعة، هذا هو التسويق باختصار، هذا ما نقوم به نحن كمسوقين في جميع استراتيجيات الشركات، في تسويق الذات، في أي عملية تسويقية. طيب عشان أفهم هذا الكلام، معلش يا شيخ الاسم؟ عمر أخ... شيخ عمر معك ساعة؟ الآن؟ الجوال. لا معك ساعة؟ طيب لو أطلب من الشيخ عمر أقول له ممكن تبادلني الساعة الآن، إيش حيكون جوابه؟ مقابل. لا مبادلة. ما مع الساعة. طيب حتى يتحقق مفهوم المبادلة يجب أن يكون هناك منفعتين، هذا أصل. فلما أقول تبادل المنافع في مثال الساعة الآن، يجب أن يكون لديه ساعة ولدي ساعة. إذا كان طرف أحد الطرفين ليس لديه منفعة فلن تتم عملية التبادل، هذا مفهوم واضح. ليش أنا سألت هذا السؤال؟ لأنه كثير من الناس يجي مثل هذا الشخص اللي تخرج بتخصص جغرافي معدل عالي يقول أنا أبغى الشركات تبادلني منفعة، تعطيني الوظيفة وأعطيهم خدماتي. فقل والله منفعتك ما تناسب الشركات. فهنا السؤال كيف أخلق المنفعة التي تحتاجها الشركات؟ إذا كانت المنفعة غير موجودة فمعناها عشان يتحقق تبادل المنفعة بيني وبين الشيخ عمر يروح الشيخ عمر يجيب ساعة ويقول لي الآن أنا مستعد أبادل المنافع معك، هذا هو ما يحدث في عملية التسويق. فحتى تتحقق تبادل المنافع يجب عليه أن يخلق المنفعة، فالخطوة الأولى حيكون عندي خلق المنفعة لتبادلها. وضحت؟ طيب ليش نحن نقول تبادل المنافع؟ حتى وإن كنا نتكلم عن العمل الخيري، حتى وإن كنا نتكلم في أي أمر، ليش نتكلم عن تبادل المنافع ولم نقل كلمة إعطاء المنافع أو منح المنافع؟ إيش الفرق؟ عندي مشكلتين هنا في كلمة منح وإعطاء. إذا كانت من جهة واحدة، طيب واحد يقول خلاص أعطي ساعتك وخلاص انتهى الموضوع. لا، الإشكالية عندي تقع في إشكاليتين. أولاً علم التسويق هو علم في الأصل مشتق من علم الاقتصاد، وعلم الاقتصاد أو مؤسسين علم التسويق كلهم الحديث كلهم أصلا هم دكاترة في الاقتصاد، فاشتق علم أساسيات علم التسويق من علم الاقتصاد. أول قاعدة موجودة في كتابة الاقتصاد تقول أنه الاقتصاديات تظهر إذا كانت لدينا موارد محدودة، economic subsurface when we have limited resources، إذا كانت لدينا موارد محدودة يكون هناك علم اقتصاد، إذا لم يكن هناك موارد محدودة لا يوجد اقتصاد. فمثلا لو سألت شخص كم نفس تتنفس في اليوم غالبا لا يعلم في الأصل. ليش؟ لأن المورد غير محدود، فبالتالي لا يوجد شيء يجعله يسأل نفسه كم مرة يعمل هذا العمل في اليوم. طيب الإشكالية الثانية أنه يجب أن يكون هناك تبادل لتحقيق مفهوم الاستدامة، حتى وإن كنت أعمل في عمل خيري، كثير من الأعمال الخيرية تواجهها تحديات كبيرة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في العطاء. ذكرنا أن الموارد محدودة، جمعيات خليني أقول مكافحة التدخين، جمعيات الحي، جمعيات كذا، لا يوجد هناك محفز دائم، فبالتالي عدم وجود محفز، عدم وجود مبادلة رجعية، يعني أنا قاعد أقدم 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 ولا أجد شيء يعود لي في التبادل، هذا يجعل العملية عملية غير مستدامة، عملية غير مستمرة. فليتحقق مفهوم التسويق يجب أن يكون عندي ماذا؟ تبادل منافع، أقدم منفعة لأحصل على منفعة، هذا هو علم التسويق. فبالتالي أريد أن أخلق منافع لأقدمها وأحصل على وأدير المنافع اللي أستقبلها.